بسم الله الرحمن الرحيم. دول ثلاثة cases related لل our topic اللي هو pulmonary hypertension. بيسجل ده اللي بيعمل شو؟ case number one is a 45 year old man who is complaining of progressive dyspnea during the preceding 8 months which was first attributed to asthma but not responsive to inhalers. General examination of the patient showed blood pressure of 120/80 و heart rate حوالي 100, respiratory rate 20 per minute, with jugular venous distension up to the angle of the jaw. Local examination showed a right ventricular heave and a grade 1 murmur over the tricuspid regurgitation, very loud S2 and S3 gallop on the tricuspid area. He had a grade 1 edema of the lower limb of both lower limbs. The echogram showed tricuspid regurgitation and a peak tricuspid regurgitation velocity of 3.7 meters per second and mildly dilated right side. أول سؤال, based on the above echo finding, what is the probability that this patient is having pulmonary hypertension? هاي بالظبط كده, وزي ما دكتور ياسر قال اللي هي 3.4, واحنا بنقيسه اللي هو اكتر من حوالي 46 بالكونتينوس ويف على التريكاسبت ريجاج. لو حاجات بنبص على الاذر كرايتيريا اللي هي حاجات ريليتد للفنتريكل والبالمري ارتي والانفيرفنا كافا والرايت اتريم لو كانت اقل من 3 او 4. What would be your next step in the diagnosis of this patient? العيان ده كان عنده signs و symptoms suggestive of pulmonary hypertension. عملنا echocardiography وكان هاي probability ان هو عنده pulmonary hypertension. ايه السكند ستيب اللي هنعملها بعد كده؟ لسه احنا لسه لا الايكو الليفت سايد ما فيش حاجه. ممكن نختار بقى فاروق اللي هي ايه؟ اللي هي 1 نمبر كامل بالمونري فانكشن تيست ارتيريال بلاد جيزز سي تي هاي ريزولوشن بالظبط كده. هو فعلا نمبر 1 زي ما قلنا. لو في ساينز لو في سيمتومز اند ساينز وهيس سوجست بالمونري هايبرتنشن عملنا اول حاجه ايكوارديوجرافي وشفنا البروبابيليتي هاي اور انترميديت هنكونسيدر ليفت اور ليفت هارت ديزيز او لانج ديزيز او لانج ديزيز عن طريق بالمونري فانكشن تيست اي بي جي تشيست راديوجراف وهاي ريزولوشن سي تي. طيب العيان عمل فعلا بالمونري فانكشن تيست وعمل ارتيريال بلاد جازز وفاوند تو هاف ا سيفير ريستريكتد باترن اند اي بي اف ديزيز انترستيشنال بالمونري فايبروزيس. هيز سيمتومز شو سيجنيفيكانت امبروفمنت اون بروبر تريتمنت اوف هيز برايمري كونديشن. Case number two is a 40-year-old male who was a truck driver and admitted with progressively worsening shortness of breath from 2 years ago. He had a history of acute pulmonary embolism 10 years ago and treated with anticoagulant therapy, which was stopped by himself after 3 months. Physical examination revealed blood pressure of 100 over 60, pulse rate of 110, respiratory rate of 24. Jugular venous distension and impending edema in both lower extremities. ده كده السيمتومز وساينز وهيستوري سجستيف بالمونري هايبرتنشن. Initial transthoracic echocardiography showed enlarged right chambers with right overload and severe tricuspid regurgitation. Electrocardiogram showed sinus tachycardia, right axis deviation and right ventricular hypertrophy. Chest x-ray revealed enlargement of the right ventricle and both pulmonaries as well as bilateral pleural effusion. عمل هنا الاي بي جي وكانت فيها يعني سلايت الكالوتيك ريسبيراتوري الكالوزيس. هيز برايمري هيز بالمري فانكشن تيست شود نو سيجنيفيكانت اوبستركتيف اير واي ديزيز اند كمبيوتر سي تي تشست اوف سي تي تشست واز ان ريماركابل فور برينكيال لانج ديزيز. وات وود بي يور نيكست ستيب ان دايجنوز اوف ذيس بيشنت؟ هو بس انا حكايه الكارديك سي تي والام ار اي هو اعتقد ان هي ممكن تبقى هو بوسيبل دايجنوز عشان حاجه بس عشان لو هو انا شاكك مثلا على كونجنتال او حاجه انا مش شايفها بس دي هو يعني اعتقد لو انت بالايكو
بالايكو ما شفتش حاجه سجستيف ان في كونجنتال هارت ديزيز ولا عيان 30 سنه. وانت كده كده هتنفستيجيت لو انت اكسكلود في الاخر ان هو ده ان بقى تايب 1 او جروب 1 اللي هو بتبص على الكونجنتال, ساعتها هتعمل كارديو مايو سيتي. فاهمني قصدي؟ بالظبط كده, بالظبط كده. في حاجه سجستيف قوي ان هو ممكن يكون كرونيك ثرومبو امبوليك. ريسبيراتو الكالوزيس لسه هيعمل في كيو. عمل سيتي تشيست ما هو هنوصل في الاخر لجروب 1 لو احنا لو في كيو سكان طلع نيجاتيف هنوصل لجروب 1 اللي احنا هنحتاج نعمل كارديك ام ار اي ونعمل سي تي عشان نشوف حاجات اللي هي الكونجنت هارت ديزيز. حاجات احنا مش ممكن على جروب 5 بالظبط. بالظبط احنا بنستبعد التكتيم يعني زي ما قلنا ساينز اند سيمتوم سجستيف بالمر هايبرتنشن ايكوارديوجرافي, وعملنا بعد كده الحاجات بتاعت الليفت سايد بالايكو وعملنا البالمري فانكشن تيست والاي بي جي والسي تي وكانوا نيجاتيف. فالخطوه اللي بعديها دايجنوزس اوف ليفت هارت ديزيز اور لانج ديزيز وازنت فاوند. السكند ستيب هي الفي كيو سكان ونشوف لو في مس ماتش ولا اذا بيشن ادرس فينتيشن بيرفيوجن ان لانج سكان ويت شو ذا رايت لانج بيرفيوجن فينتيشن سيجمنتال مس ماتش. بس فكره سريعه, هو العيانين هم بيعملوا في كيو سكان هي فكره قريبه من التكنيشن. يعني العيان قبل ما يخش يعمل اثاره احنا بنعمل مثلا تكنيشن او حاجه زي كده عشان بتشوف هي الفي كيو سكان احسن من السي تي بالمونري انجيوغرافي ان هو يشوف الديستال امبولايزيشن. فده احسن في حكايه من السي تي بالمونري. وبعد زي ما بعد التكنيشن لو لقينا بنعمل كورونري انجيوغرافي زي بعد لما بنعمل في كيو سكان بنعمل سي تي بالمونري انجيوغرافي عشان نشوف السوتابيليتي للاند ارتريكتومي. What would be your next step in the management? Referral to chronic thromboembolic pulmonary hypertension specialized center for possible CT pulmonary angiography and pulmonary arterial endarterectomy. آخر كيس هو عيان عنده 35 سنة diagnosed with hereditary or heritable pulmonary arterial hypertension based on strong family history with exclusion of other causes and genetic study. وعمل right heart catheterization and was found to be vasoreactive to nitric oxide. He was kept on high doses of calcium channel blockers for 6 months. During his 6 months follow-up visit, which investigation would you order? ده جالنا في الما في ال جالنا في السكند. وديagnose pulmonary arterial hypertension. بالضبط كده. كاتشم 6 اشهر الفولو اب بتاعه اوكي 8 اسسمنت اوف دبليو اتش او فانكشنال كلاس ايكو كارديو بابلو اكسرسايز تيست 6 اوف ذا اباف. Every six, 12 months, كلهم بيتعمل. أهم. 6 months. عارفين 6 minute walk test دي المفروض إنها تنزل بقى يعني إيه محدش يعيش وأم غيرها يعني. فعلاً. فعلاً. طيب the patient was found to have inadequate response to calcium channel blockers. بال 6 مينت ووك تيست والبالمر اكسرسايز تيست واللابس وكل حاجه. هو فانكشن كلاس 3 اند ا كومباينيشن ثيرابي واز ادفايزد.
which combination would you recommend for this patient? هو function class 3 الامبريسنتان والتدلافل والبوسنتان والاي في ايبوبروستينول ولا الرايوسيجويت والسيلدينافيل؟ هو ده فعلا هو الوحيد لكلاس 1 انديكيشن في العينين اللي هم فانكشن كلاس 3. ده كلاس 1، ده 2A وده كلاس 3. اول واحد امبريسنتان والتدلافل، ده هو الوحيد كلاس 1 في اللي هو فانكشن كلاس 3، وبعد كده الرايوسيجويت والسيلدينافيل عشان بيعملوا مع بعض هايبوتنشن، فدول كونترا انديكيتد. بس كده.